السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا في القناة ديالنا كريبتو يوسف. اليوم غنشرح لكم دار جديد وطريقة التسجيل في منصة نيكس ارت، وغنشرح لكم ايضا طريقة التداول فيها وطريقة شراء الاراضي، لانك كتشري اراضي وكترجع تبيعهم. وغنعطيكم المميزات ديالها وغنعطيكم نصائح بما يخص هذا الموقع، بما يخص هذه المنصة وعلاقتها بالميتافيرس. كما اننا غنعطيكم في اخر فيديو نخلي لكم مفاجأة، نشرح لكم ما هي المميزات ديالها، ونعطيكم نصيحه واش تدخلوا في هذا المشروع ولا ما تدخلوش، ولا كنتو غتدخلوا في هذا المشروع شنو هي احسن اراضي اللي يمكن لكم تستثمروا فيها. ببساطه كتكتب نيكس ارت في جوجل، كتدخل الموقع ديالهم، الموقع ديالهم اللي بحال هكا. هنا كيطلع لكم باي لاند، هنا كيطلع لكم اماكن اللي غاليه، كاين هنا في الفاتيكان وفي موناكو وفي جبل طارق، هنا كوريا الجنوبيه، هنا روسيا، هنا امريكا. المهم طريقة التسجيل هي طريقة سهلة وبسيطة، كدير لوغين. هنا إلا بغيتي تكون اختار ديجا عندك كونت، ما عندكش كتجي هنا كدير ساين اب، كتختار مال الاسم ديالك مثلا يوسف كاميني، هنا كدير اليوزر نيم كاميلي، ديجا يوزر نيم موسكيل اسلام، هنا كدير الاسم كامل ديالك، هنا كدخل الميل ديالك، هنا كدير الباسورد ديالك، هنا عاوتاني مجددا كتدخل الباسورد ديالك. المهم غندخل باسورد عادي، كنعاود نسيب اكونت، كندخل الاكونت ديالي من بعد. المهم كما كتشوفوا ما خدوش الميل، المهم ما علينا. دابا وريناكم طريقه التسجيل، دابا نوريكم طريقه شراء الاراضي في هذه المنصه. كدير هنا باي لاند، كيدخلوا على المابس ديال العالم كامل. هنا كيدخلوا لنا في كاليفورنيا. هو كنصيحة استثمارية في هذا الموقع هو انكم تحاولوا تشريو في واحد الاماكن اللي كيكونوا معروفين في العالم، يعني يقدر تشري في باغي، تشري في كاليفورنيا، تشري في ميامي، تشري في اماكن اللي من بعد قدر ديك الارض اللي شريتيها في ديك المكان زاد القيمة ديالها. اما لا جيتي في شي اماكن معروفين ولا شي اماكن صعيب انهم يدخل عليهم شي مستثمر اللي يقدر ياخذهم من عندك من بعد، يعني الاموال ديالك تقدر تكون شات هباء منثورا. المهم نكملوا لكم طريقه الشراء. مثلا انا غنحاول ندخل نسجل ونشري شي اماكن، مثلا كتجي هنا كتكتب اي اسم، اي اسم تقدر تكتب مثلا سانتياغو برنابيو، سانتياغو برنابيو، هاك تدخل سانتياغو برنابيو. ولكن غالبا غالبا انا اكيد ان غيكون شي واحد سبقنا وشرا سانتياغو برنابيو. كما كتشوفوا هنا كآية هنا الاماكن باقي ما مش ما شرا حتى شي حد، القيمه ديالو السوقيه كتسوى 5857، يعني تقريبا القيمه ديال البقعة الصغيره اللي هذه اللي كتبان لكم مربع، هذا المربع القيمه ديالو تنهي 5.86. طريقة جد بسيطة، كتدخل هنا كتنزل وكتجي دير باي ناو. بطبيعة الحال كتكون اخت الوالد ديالك اللي حاط فيها انت الاموال ديالك، سواء تكون اخت الميتا ماسك، سواء والد كونيكت، سواء بينونس والد. اما المفاجأة اللي كتوعدكم بها هي هذا الموقع، واش هو كينتمي للميتافيرس ولا مكينتميش للميتافيرس. هو انا قبل ما نعرفوا واش هذا الموقع كينتمي للميتافيرس ولا ما كينتميش، خاصنا نعرفوا عدد المشاهدات ديال الموقع، لان اي موقع بطبيعه الحال كيكون عنده واحد المشاهدات شهريه، مثلا بحال موقع كوين باز. كندخل موقع كوين باز، كنجيو هنا مثلا كدير هنا عدد المشاهدات. كما كتشوفوا فان عدد المشاهدات في هذا الموقع هي
المهم في شهر 5 كانت 127 مليون. نرجعوا للموقع على الأسف. في شهر ماي كانت 127 مليون، في شهر يونيو كانت 71 مليون. يعني عدد المشاهدات كبير جدا، لأن هذا الموقع كيعطي واحد الموثوقية، خصوصا إلا كان عدد المشاهدات كيجي من واحد الدول اللي معروف أن الناس ديالها مكيجيوش يدخلوا في أي مواقع. كما كتشوفوا راه مرتب هذا الموقع مرتب 160 على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية. ملي كنجيو هذا الموقع ديال نيكس ارت كنديرو نفس العملية، كيطلع لينا ان الموقع باقي ما عندوش واحد الداتا، يعني باقي ما كيدخلوش ليه واحد الناس بما فيه الكفاية باش تعرف هذا الموقع واش موثوق ولا غير موثوق. فيما يخص الموقع، انا كنصيحة انك لو ما لقيتش شي مواقع اللي تكتسي شهرة كبيرة، فمن الافضل ان تتجنب هذا الموقع، نظرا لانك تقدر تشري شي ارض ولكن مع الاسف انتظر واحد سنوات وسنوات وما تبعش ليه. يعني من الاحسن تجنب هذا الموقع، لان اللي شراو الاراضي هما الناس اللي شراو اراضي في الاوائل، شراو مواقع زوينه. دابا كما كتشوف لو بغيتي تقلب على اي موقع معروف كتلقى غالبا تباع، ولا كتلقى غير المساحه الجانبيه فيه اللي بقى متباعش. يعني كنصيحه تجنبوا استعمال هذا الموقع، ولكن لا امنتوا به ولا تفرجوا شي فيديو اخرين وشرحوا لكم وقالوا لكم بانكم قدوا القاول اللي غيشري لكم اراضي اللي غادي يشريتوها نتوما، ماشي مشكل، ولكن غير هو ما تدخلوش مبالغ كبيره لان الموقع باقي ما معروفش، باقي ما معروفش المشاريع ديالو، باقي ما دير الشراكات كبيره. مهم كنصحكم انكم تزيدوا تبحثوا في هذا الموقع، والى فيديو لاحق وشكرا.